ضغط ارقام معينه فطلعت معاه وجمعها اللي هي قانون غاوس، فطلعت معاه مجموعها فحاول انه يطلع هذا المجموع بشكل اسهل. هكذا تستذكر ام الطفل يحيى بدايات اكتشاف عبقريته في ماده الرياضيات، لكنها لم تخفي قلقها على مستقبله امام انعدام الجهات الفلسطينيه المسؤوله عن احتضان اطفال خارقي الذكاء كيحيى. في اشياء طبعا ما بنقدر نوفرها احنا او اي عائله ثانيه فلسطينيه. يحيى ابن 11 من عمره يحب اللعب كأي طفل آخر، لكن يومه لا يمر كباقي أقرانه، فهو أول طفل فلسطيني ولربما عربي يلتحق بالجامعة وهو في الصف السادس الابتدائي، فهنا تصقل موهبته بشكل علمي وتتم متابعته من قبل أساتذة كلية العلوم بجامعة الخليل. 1370 ضرب 1430 19,591. وفي اللحظة اللي بيثبت انه هو قادر على انه يمشي بالكالكولاس والرياضيات الجامعية، احنا معاه للنهاية ممكن نعطيه البكالوريوس، وعندنا كمان في السنوات القادمة راح يكون عندنا ماجستير، احنا معاه للنهاية ان شاء الله تعالى ما دام بيعطينا نتائج ايجابية. اصبح يحيى اليوم معروفا على مستوى طلاب يكبرونه بسنوات طويلة، لكن ذلك لا يشعره بالخوف أو القلق. أنا مبسوط اليوم في الجامعة وفرحان، وإن شاء الله بروح تساعده، أتمنى أصير مثلا بروفيسور عالم. أمنيات غير عادية لطفل يعتبر طفرة علمية تنتظر مزيدا من الاحتضان والتطوير. قد تكون الظروف الاجتماعية والأكاديمية أسعفت الطفل يحيى في تسليط الضوء على عبقريته وذكائه، وإن بالمتاح والقليل فهو الآن على بداية الدرب، لكن بالمقابل قد يكون هناك العشرات من أقران يحيى ينتظرون هذه الإضاءة على عبقريتهم في فلسطين. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من جامعة الخليل جنوب الضفة الغربية.